الأمريكيين يدعون أن سبب بقائهم هو توفير الأمن للعراقيين، يعني هل هذه نظرية ممكنة؟ هل من الممكن تحقيق الأمن في ظل الاحتلال؟ نعم، هو واضح الأمن يومية قتلى ويومية جرحى ويومية ذبح ويومية سجون واعتقالات واعتداءات، فأين الأمن من العراق؟ وأين الأمن من وجود القوات المحتلة؟ بل لم نرى الأمن منذ عشرات السنين بل مئات السنين في العراق. قبل حبيبي، لأن المحتل كان العراق محتل كان من الدكتاتوريات الموجودة، سواء الصدام الهدام أو الآن اللي هو محتل من قوى أجنبية، وكليهما تنهش بلحمه وتنهش بثرواته وتنهش بشعبه. مع شديد الأسف لم يستقر الوضع بالعراق منذ مئات السنين وليس من الآن، ولكن إن شاء الله مع ذلك أنا أقول الشعب العراقي لو ترك مستقلا مستقرا لاستطاع إدارة بلده بنفسه. إذن هي تقنيات سياسية لاستمرار وجود قوات الاحتلال. نعم نعم، لذرائع لكي تبقى القوات المحتلة في العراق، ولذلك نجد أن الاعتداء ليس على القوات الأمريكية وإنما الاعتداء على المدنيين. هذا ما كنت أن أود أن أدخل به في السؤال التالي، يعني العراق يشهد عمليات ضد قوات الاحتلال وأخرى تستهدف عشرات المدنيين الأبرياء، يعني كلاهما يدعي أنه مقاومة أن أقاوم الاحتلال، ما موقفكم من ذلك؟ يعني المقاومة هي ضد الاحتلال فقط. نعم، وحتى تصريح جورج بوش نفسه قبل سنة أو سنتين قال لو احتل بلدي لقاومت، فأي دولة وأي بلد يحتل لابد من وجود مقاومة، والمقاومة تحصر محصورة فقط في محتلين الذين يحتلون البلد. الشعب العراقي لو اعتدي عليه فهذا ظلم وهذا إرهاب وهذا تطرف وهذا عنف مرفوض 100%، لا يمكن أن يكون بأي شرع وبأي عقل موافق للقواعد العقلية والشرعية، وهو مرفوض البتة.